أم فارس، اليوم موعد متابعة الحمل، لا تنسي. لا مو ضروري، الحمد لله سليمة وما فيها شيء. يا ولدي، مالك إلا بنت عمك، هي اللي بتتزوجها إن شاء الله. يا الله، تعبتني هذه الحساسية، جربت كل الخلطات اللي قالوا لي عليها ومرة ما نفعت. استحي اروح للدكتور واقول له اني مكتئب، سبت اصحابي، تركت الجامعة، ما عاد لي داعي في الحياة. ما ادري اذا يدي نضفت الى دحين ولا لا، خليني اعقمها كمان مرة. يقولوا لي روح للدكتور، على ايش؟ على شوية حبوب؟ حاسة الدم رايح لحلقي، بس يقولوا لما ترجع راسك ورا يروح. يوه، نسيت اخذ القطرة اليوم. يلا مو مشكلة، ما عندي عرض. الدكتور طلبني غطي العين طول اليوم، بس صعب، اعتقد وقت النوم يكفي. يا هدى، يا هدى، يا بنت ردي للطنجيني. تطعيم؟ امشي يا ولدي، يقول سبب عقم وتوحد، احنا ناقصين.